زيدان يعترف لن يدرب سوى واحد من هذه الفرق الثلاثة وريال مدريد ليس من بينهم. عند الحديث عن زين الدين زيدان فأنت تتحدث عن أشهر عاطل عن العمل في العالم وربما أكثرهم نجاحا على الإطلاق، فكيف لمدرب فاز بثلاثة ألقاب لدوري أبطال أوروبا على التوالي كمدرب وحصد الأخضر واليابس مع ريال مدريد أن يتوقف عن العمل منذ سنة 2021 أي قرابة الثلاث سنوات؟ هناك قطعا شيء خطأ. حسنا، الخبر الجيد هو أن زيدان خرج الأسبوع الماضي في حوار مع وسائل الإعلام ليؤكد أنه سيعود قريبا لعالم التدريب، وبقريب يعني التأكيد الموسم المقبل، لكن ما نعرفه عن مستقبل زين الدين زيدان أكثر من ذلك بكثير. فحسب اعتراف شخصي منه أكد المدرب الفرنسي وأسطورة الساحرة المستديرة أنه في مسيرته كاملة وبعد الرحيل عن ريال مدريد لن يدرب سوى ثلاثة فرق لا رابع لهما، بل وسمى الفرق نفسها في توضيح لم يتوقعه أحد على الإطلاق. الأمر كله كشفت عنه صحيفة سبورت وان والتي توصلت مع شخص مقرب جدا من زين الدين زيدان بل ورفيق عمره، حتى أنه رافقه في رحلته الأخيرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية الشخص المقرب ذاك. خرج ليؤكد اعتراف زين الدين زيدان حول مستقبل زيزو، أكد أنه لن يدرب سوى ثلاثة أندية إن عاد للتدريب. النادي الأول هو بايرن ميونخ. زيدان يعتبر البايرن مؤسسة عظيمة ومقتدرة مثلها مثل ريال مدريد، وظروف النجاح هناك متوافرة. زيدان يرى تشابها كبيرا للريال وبايرن. صحيح أن هناك أندية كثيرة بهذا الحجم في إنجلترا، لكنه لن يذهب إلى هناك قط، لا يحب العمل في ذلك الدوري أبدا. زيدان يعمل مثل الألمان، يركز على الأهداف والتنظيم ويهتم بأدق التفاصيل، ويعتقد أنه سيكون مناسبا تماما لفريق أليانز أرينا إن تواصلوا معه مسؤول البايرن، فسيوافق شريطة أن يحصل على السلطة لاتخاذ القرارات الرياضية، وهو طموح جدا ولا يترك شيئا للصدفة. حسنا، عرفنا أن بايرن هو النادي الأول، ولا ربما خبر رحيل توخيل كان وراء خرجة زيدان عن طريق صديقه تلك، لكن ماذا عن الفريقين الآخرين؟ اسمعوا لما قال. الفريق الثاني الذي لن يرفض تدريبه هو منتخب فرنسا. تدريب منتخب بلاده أمر يطمح له، لكنه أمر غير متوفر الآن. وسط استمرار دي شو يعرف أنه إن أراد العودة للتدريب هذا الصيف فإن فرنسا لن تكون خيارا له أبدا. أما الفريق الثالث فهو السيد العجوز يوفنتوس. فزين الدين زيدان يعشق الدوري الإيطالي ويريد التدريب فيه من بوابة اليوفي. إذن برأيكم ما هو الفريق الأقرب لرجوع زين الدين زيدان إلى عالم التدريب من خلاله؟ وفي نهاية الفيديو لا تنسى دعمنا باللايك والاشتراك ومشاركة الفيديو مع أصدقائك. كان معكم نور الدين طياش من صفحة وقناة باكتيك كرة القدم.